نلتقي اليوم في إطار تطبيق أحكام قانون الإجراءات المدنية المعدل والمتمم بالقانون 22/13 المؤرخ في 12 يوليو 2022 الذي أنشأ هيئة قضائية متخصصة هي المحكمة التجارية المتخصصة والتي تعنى بالفصل في 6 تخصصات ذكرها السيد النائب العام، وهي منازعات الملكية الفكرية، منازعات الشركات التجارية، لا سيما منازعات الشركات وحل وتصفية الشركات، التسوية القضائية، منازعات البنوك والمؤسسات المالية مع التجار، بالإضافة إلى المنازعات البحرية والنقل الجوي ومنازعات التأمينات المتعلقة بالنشاط التجاري والمنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية. يمتد اختصاص المحكمة المذكورة وفقاً للمرسوم التنفيذي 23/52 المؤرخ في 14 جونفي من السنة الحالية أي 2023 إلى اختصاص مجالس قضاء الجزائر البويرة تيزي وزو وبومرداس. ولترأس هذه المحكمة تم اختيار سيدة دعماش عزيزة التي كانت ترأس القسم التجاري بمحكمة بيرمورد رئيس.